بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي بناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي لغات، معاكم مستر محمد إسماعيل، أهلا ومرحبا بكم من جديد عشان نكمل مع بعض الدرس الأول من الوحدة الأولى بعنوان Motion in One Direction. In the last lesson أو in the last video we studied the meaning of motion and the meaning of speed and we studied How can you calculate the speed of any moving object? Also, we determine the measuring unit of speed. Today, we will study types of speed. Types of speed. بس قبل ما نبدأ في موضوعنا الجديد النهاردة اللي هو أنواع السرعة، تعالوا الأول يعني نتذكر مع بعض ونفتكر إحنا خدنا إيه عن طريق إن إحنا هنحل مسألتين صغيرين كده. عن السرعة. تعالوا نتعرف على بعض المسائل البسيطة جدا اللي هتفكرنا باللي احنا درسناه في الفيديو السابق. Number one بيقول لي A runner covers 450 meters in 45 seconds. Find its speed. نشوف كده. طبعا عشان احل المسألة زي دي لازم الاول اكتب write the law. القانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان V equal ها افتكروا distance divided by time equal ها distance كام في المسألة اللي قدامي 450 meters while time 45 second طيب يبقى 450 over 45 second equal دي مع دي كده عندنا طب تقريبا 10 اقول 10 ايه هل اقول 10 وقف لا اقول 10 متر بير سكند عملت متر بير سكند ليه لان انا عندي الديستانس بالمتر والتايم بالسكند يبقى لازم ميجرنج يونت تكون بالمتر بير سكند يبقى ايكوال 10 متر بير سكند كلام سهل خالص وبسيط طيب another problem will a train travels from Cairo to Alexandria distance of 250 kilometer in 2 hours برضو نفس الكلام ارجع احلها تاني بس قبل ما احل لازم اكتب القانون بتاعي كويس لازم اكتب القانون بتاعي اهوت اقول له برضو v equal distance over time equal شوف الارقام كده تاني ايوه الديستانس بكام 250 and the time 2 hours 250 divided by 2 hours equal 125 احط هنا بقى ايه الميجرينج يونت بتاعتي كيلو متر بير اور ليه خدت كيلو متر بير اور ليه خدنا كيلو متر بير اور ليه ما خدناش متر بير سكند لان طبعا الديستانس بالكيلو متر الديستانس بتاعتي دهيت بالكيلو متر والتايم بالاورز يبقى اذا ايكوال 125 كيلو متر بير اور اظن كده انا فكرتكم ببعض المسائل اللي ممكن تيجي في الامتحان عن السبيد نشوف كمان مساله عشان ما ننساش بيقول لي ايه a train covers 50 meter in 2 seconds find its speed by kilometer per hour ايوه المساله دي مهمه والمساله دي انا شرحتها المره اللي فاتت القطر قطع 50 متر في ساعتين عايزين السرعه بتاعته بس بالكيلو سوري القطر قطع 50 متر في 2 سكند في ثانيتين عايزين السرعه بتاعته بس بالكيلو متر بير اور نعمل ايه برضو نفس الكلام نجيب نفس الكلام اللي عندي لازم الاول رايت زالو ادي القانون مكتوب قدامي دي ايكوال ديستانس على التايم الديستانس بكام اول فايند ذا سبيد باي متر بير سكند ذن تشينج تو كيلو متر بير اور الديستانس 5 متر ان 2 سكندز اهوت نجيبها تاني اهو 5 over
5 over 2 equal 25 متر per second. أيوة يبقى طلعت السرعة 25 متر كل ثانية. أرجع بقى حو، هو عاوز في المسألة إيه؟ نفس السرعة دي بس بالكيلو متر بير أور. لو أنتوا فاكرين عشان أحول من متر بير سكند تو كيلو متر بير أور كنا بنضرب في كام؟ 18 على 5، أقول له 25 أيوة تايمز 18 أوفر 5 إيكوال إيكوال 90 كيلو متر بير اور اوف ايوا ايكوال 90 كيلو متر بير اور. يبقى انا كده جبت السرعه الاول بالمتر بير سكند وبعد كده حولتها ضربت في 18 على 5 اداني السرعه بالكيلو متر بير اور. بعد ما فكرتكم ازاي نحل مسائل السرعه وده اللي احنا قلناه في الفيديو السابق، تعالوا دلوقتي نخش في موضوعنا اللي هو types of speed، انواع السرعه. There are two types of speed. Number one, uniform speed. Uniform speed السرعه المنتظمه. Number two, non-uniform speed اللي هي السرعه غير المنتظمه، او ممكن اقول regular speed and irregular speed. يبقى ما حدش ينسى فيكم اما اقول لك complete. There are two types of speed which are space and space. تقول لي uniform speed or regular speed. Number two, non-uniform speed or irregular speed. هنبدأ الأول بال-uniform speed أو regular speed اللي هي السرعة المنتظمة. لو أنت لاحظت وإحنا كلنا طبعا بنركب عربيات، وإحنا كلنا طبعا بنركب عربيات وعارفين إن في حاجة في العربية اسمها speedometer. اسمها إيه؟ speedometer أو بيسموها عداد السرعة. الspeedometer ده هو helps us in identifying the speed of a car directly. يعني بيساعدنا ان احنا نحسب سرعة العربية مباشرة. تلاقي قدام السواق كده عداد، العداد ده كل ما السرعة بتزيد تلاقي المؤشر بتاعه يطلع لفوق كده، طب السرعة بتقل المؤشر بينزل لتحت، بيقيس لسرعة العربية مباشرة بدون اي حسابات. خلاص؟ فمثلا لو كان السبيدوميتر بيشير الى if the speedometer pointer points to 72 كيلومتر بير اور، يعني لو المؤشر وقف عند 72 كيلومتر كل ساعة، ده معناه ايه؟ This means that car speed is 72 كيلومتر بير اور. ده معناه ان العربية دي بتقطع كل ساعة 72 كيلو في الساعة. كل ساعة تقطع 72 كيلو، كل ساعة تقطع 72 كيلو، which is approximately 20 متر بير سكند. لو حولنا 72 كيلومتر بير اور لمتر بير سكند، يعني ضربنا في 5 على 18 اديني تقريبا 20 متر بير سكند. هلا ايه 20 متر بير سكند وايه 72 كيلومتر بير اور؟ ديت دي اسمها ريجولار سبيد اوف ذا كار. معنى ذلك ان ذيس كار كفرز 72 كيلومتر افري اور، كل ساعه هتقطع 72 كيلومتر لو فرضنا ان هي ماشيه بحاجه اسمها ريجولار سبيد. يبقى نرجع تاني نقول وي كان سي ذات the car moves at regular or uniform speed. This means that car covers equal distance at equal period of time. دي معناها ان العربية بتقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية. تعالوا نوضح اكتر موضوع regular speed دهوت بالرسم اللي قدام. تعالوا نوضح اكتر موضوع regular speed من الرسم اللي قدامي دهوت. لو جينا نشوف الرسم اللي قدامي دهوت. This car moves by regular speed. ليه ممكن اقول العربيه دي ماشيه بسرعه منتظمه؟ in first second it covers 20 meter, in another second it covers 20 meter, in third second it covered 20 meters. هلا ايه ده؟ معناها كده ان هي كل ثانيه بتقطع 20 متر، كل ثانيه تقطع 20 متر. خلاص يبقى this car moves by regular speed because it covers equal distance at equal period of time. حسبنا سرعه العربيه دي في اي فتره من فترات الثلاثه دهيت، ايه اللي يحصل؟ هلاقي دايما هتساوي 20 متر بير سكند ديستانس اوفر تايم، يعني 20 اوفر 1 20 اوفر 1 20 اوفر 1 هتطلع في الاخر
20 meters per second, if this car moves by regular speed because it covers equal distance at equal period of time. تعالوا بقى دلوقتي نعرف مع بعض what is the meaning of regular speed. بيقول لي it is the speed which object moves when it covers equal distance at equal periods of time. أقولها تاني, regular speed or uniform speed. It is the speed by which the object moves when it covers equal distance at equal period of time. Okay. Generally, when movement is at regular speed, the moving object covers equal distance at equal period of time. خلاص يبقى دي regular speed, وبحسبها دايما من القانون بتاعي بتاع السرعة اللي هي v equal distance over a over time. يبقى انت لو عايز تجيب سرعة منتظمة لأي جسم متحرك نقسم المسافة على الزمن distance over time يديني دايما regular speed for this object. تعالوا نشوف what meant by an object moves at regular speed of 50 كيلومتر بير اور. ايه معنى ان الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة 50 كيلومتر كل ساعة. This means that the object covers distance of 50 كيلومتر each one hour. يعني معناها ان الجسم دهوت بيقطع في كل ساعة تقريبا 50 كيلومتر, عشان كده هو بيمشي بحاجة اسمها سرعة منتظمة او regular speed. هل كل الاجسام المتحركة حوالينا بتمشي بسرعة منتظمة؟ طبعا لا, معظم الاجسام اللي ماشية حوالينا سرعتها غير منتظمة. عشان كده في نوع تاني من السرعة اسمها irregular speed, السرعة غير المنتظمة. طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول it is hard to measure regular speed practically. من الصعب جدا ان احنا نقيس السرعة المنتظمة عمليا. If we observe of a car moving on the road, we find that its speed changes according to traffic. لو انت شفت العربيات اللي ماشية على الطريق هتلاقي سرعتها بتتغير حسب يعني condition of the road and the traffic. هتلاقي عربية سرعتها بتتغير حسب أحوال الطريق والمرور وغيره. It doesn't stay constant, يعني سرعتها بتتغير مش ثابتة. In this case, the movement of the car is described as movement at irregular speed. يبقى سرعة العربية في هذه الحالة بتوصف بأنها سرعة غير منتظمة, irregular speed. طب هي بيسموها irregular speed ليه بقى؟ ليه العربيات في الطريق؟ هباك ده سؤال مهم. نيجي يقول لي give reason it is a hard to measure regular speed practically. من الصعب ان انا اقيس سرعة السيارة او السرعة المنتظمة للسيارة عمليا او العربية عمليا. يعني العملية دي احنا بنلاحظها بنفسنا, العربية شوية سريعة شوية بطيئة شوية بتقف شوية في مطب بتقف. قال يبقى في مشكلة ان انا ما اقدرش اقيس regular speed. عشان كده اما يقول لي give reason we can't measure a regular speed of the car practically, اقول له due to the condition of the road and the traffic. Due to condition of the road and the traffic, بسبب احوال الطريق والمرور. طيب امال هنعبر عن سرعة السيارة هنا ايه بقى؟ هنعبر بشكل تاني بقى اللي احنا هنسميها irregular speed, السرعة غير المنتظمة. تعالوا مع بعض نتعرف what is the meaning of irregular or non-uniform speed. ايه معنى كلمة السرعة غير المنتظمة؟ يقول it is the speed by which object covers unequal distances at equal periods of time. يعني الجسم بيقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. Or it covers equal distances at an equal period of time. بيقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية أو مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. المهم في حاجة هنا ما بتساويش بعضها. خلاص يبقى اسمها irregular or non-uniform A, non-uniform SP. شوفها تاني بيقول لي إيه. أول the speed is called non-uniform when the object covers equal distances at unequal periods of time or covers equal distances at equal periods of times. أما يجي هنا طيب أما يجي هنا يقول لي it is a hard, السؤال اللي احنا قلنا من شوية هنعيده تاني, it is a hard to measure the regular speed of the car practically, أقول له because the speed of the car change according to a condition of the road and the traffic.
لأن طبعا سرعة السيارات تتغير حسب أحوال الطريق والمرور الموجود فيها. طيب give reason another question. المترو moves at an irregular speed. المترو بيمشي بسرعة غير منتظمة. أقول له because metro covers. أرجع بقى لتعريف irregular speed, covers unequal distance at equal period of time. Okay. يبقى كده أسئلة give reason بسيطة خالص على الجزء اللي احنا قلناه في irregular speed. مع بعض نفهم موضوع الirregular speed دوت بشكل مختلف شوية علشان نحتاجه في جزء جديد. ايه هو؟ بيقول لي مثلا عندي object A moves by irregular speed. الجسم ماشي ده ماشي بسرعة غير منتظمة او بيتحرك بسرعة غير منتظمة. في ال first second it covers 2 meter in 1 second. يبقى الثانية الأولى قطع 2 متر. في الثانية الثانية this object covered 3 meters. في الثانية الثالثة this object covers 5 meters. في الثانية الرابعة this object covers 6 meters. 1 second. يبقى دي اسمها irregular speed. The because it covers unequal distances at in equal period of time. الثانية الأولى قطع 2 متر، الثانية الثانية قطع 3 متر، الثانية الثالثة قطع 5 متر. ملاحظين إن هو بيقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، عشان كده بسميها irregular speed. طيب لو أنا عايز أحل مشكلة irregular speed دي بقى، طيب علشان أقيس السرعة غير المنتظمة للجسم اللي قدامي ده هعمل إيه؟ قال لي هنلجأ لمصطلح جديد بقى أو نوع تاني من السرعة اسمها average speed. السرعة المتوسطة أو بيسموها average speed. السرعة المتوسطة average speed. طيب إيه average speed ديت؟ قال لي average speed معناها total distance covered by the moving object divided by total time. يبقى أنا بجيب المسافة الكلية وأقسمها على الزمن الكلي يديني حاجة جديدة اسمها average speed. محدش ينساها. يبقى it is difficult to determine the amount of irregular speed. من الصعب جدا ان انا احدد ال irregular speed of any moving object. So we use term is called average speed. هنستخدم مصطلح جديد اسمه ايه؟ السرعة المتوسطة. معناها ايه السرعة المتوسطة تاني؟ قال لي total distance covered by total time. المسافة الكلية المقطوعة مقسومة على الزمن الكلي. Average speed v dash equal total distance divided by total time. في المثال اللي قدامي ده هو ممكن نجيب ال V داش ممكن نجيب ال V داش equal ها يلا نحسب مع بعض to the distance 2 plus 3 plus 5 plus 6 divided by مقسومة على اهوت divided by total time كام ثانية هنا 1 2 3 4 seconds أو equal 16 divided by 4 equal 4 أيوة meter per second. يبقى أنا كده استخدم مصطلح الـ average speed عشان أعبر عن الـ irregular speed of moving a moving object وفي الآخر طلعت السرعة بتاعته 4 meter per second as example. تعالوا نشوف معنى تاني للـ average speed السرعة المتوسطة وده يعني مصطلح أو تعريف مستخبي كده بيجي في الامتحانات دايما كان موجود عندنا في سنة 2018 بيقول لي إيه average speed is the regular speed by which the object moves to cover the same distance at the same period of time. It's the regular speed by which object moves to cover the same distance at the same period of time. يبقى اخلي بالي برضو من التعريف دهوت. يبقى عندي تعريفين لل average speed total distance divided by total time or regular speed which by object moves to cover the same distance at the same period of time. تعالوا نشوفوا مع بعض يعني example مهم جدا موجود في كتاب المدرسة. بيقول ايه A runner covered a distance of 100 meter of street track in 10 seconds.
Then he returned back walking. He took 80 seconds to come back to start point. يعني الراجل جرى السباق بتاعه خد 10 خد 100 متر جرى 100 متر اخد فيهم 10 ثواني بعدين رجع مشي على رجليه نفس ال 100 متر بس خد 80 ثانية عايزين نحسب نمبر 1 افريج سبيد واي رانينج عايزين نحسب الافريج سبيد بتاعته سرعة متوسطة وهو بيجري نقول توتال ديستانس divided by توتال تايم او افريج سبيد في داش ايكوال توتال ديستانس اوفر توتال تايم 100 اوفر 10 ايكوال 10 متر بير سكند طيب عايزين نحسب تاني حاجة average speed while running returning back average speed while returning back وهو راجع بقى ماشي على رجلين اقول له average speed نفس ال 100 متر 100 متر divided by 80 seconds على 80 ثانيه اللي هو خده وهو ماشي equal 1.25 متر per second طيب عايزين نحسب بقى average speed for whole trip عايزين نحسب الرحله كلها بقى السرعه المتوسطه تبقى كام برضه بقول له برضه average speed v dash equal total distance over total time 200 over 90 equal 2.22 meter per second يبقى كده اتعرفنا على مثال موجود في كتاب مدرسه ازاي نحسب ال average speed for any moving a moving object انا عايز اركز على بس على حاجه مهمه في ال average speed انا بستخدم ال average speed امتى اما يكون عندي irregular speed هنا في هذه الحاله ممكن استخدم مصطلح الافرج سبيد عشان احسب الايريجولار سبيد ديت بتاع الجسم المتحرك ده وسرعته كانت كام اثناء الرحله بتاعته لكم الملحوظه المهمه اللي انا هقولها دلوقتي بيقول لي وات هابن وين افرج سبيد ايكوال يونيفورم سبيد اور في ايكوال في داش امتى السرعه المتوسطه بتساوي السرعه المنتظمه قول له وين ذا اوبجكت موفز باي uniform speed or regular speed لما الجسم يمشي بسرعه منتظمه لازم الافرج سبيد بتاعته بتساوي اليونيفورم ايه سبيد لازم سرعته المنتظمه بتساوي سرعته المتوسطه اخر حاجه هنقولها تعالوا نشوف مع بعض مساله عن الافرج سبيد وازاي نحسبها بيقول لي ا موفينج مساله رقم 10 ده بروبلم نمبر 10 بيقول لي ا موفينج اوبجكت كفرز ا ديستانس اوف 20 meter through 4 seconds, then it covers 40 meter through 11 seconds, calculate the average speed of the object, يقول لي احسب السرعة المتوسطة للجسم المتحرك دوت. هو قطع كام؟ 20 متر في 4 ثواني, 20 meter in 4 seconds. وكمان قطع بعد كده 40 متر في كام؟ في 11 ثانية. عاوزين نحسب ال average speed بتاعته سهلة جدا نحسب ال average speed نشوف او نقول له v dash equal distance او total distance divide by total time equal total distance بكام نجمع distance على بعضها 20 plus 40 over على كام على 4 plus 11 يعني هتساوي 60 equal 60 total distance على total time تبقى 15 okay equal 4 meter per second. أنا كده حسب الـ average speed for this moving object. في النهاية أبنائي وبناتي أرجو أنكم تكونوا يعني استفدتوا مني حاجة النهاردة. من فضلكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك وإذا عجبكم الفيديو نعمل له لايك وشير. بشكركم مرة تانية وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.